ميسالش ما دامنا فرحانين وبالثوره وكذا وشيخات وشكون؟ بالعيد بالعيد نسخه قلت لي بين عليه تفجعت. تصفيق على العيد. العيد الكبير. صور مزاودي بالسوري ولا يتكلم. ولا صالحي بالسوري. T'as pas vu le petit agneau? Je crois qu'il est mort. Fais-moi une chanson, Salhi. Et quand elle me prend, oh, dans ses bras qu'il me dit s'en va. Oh, je vois la vie en rose. Saur Mzeo dit Bessouri Maoul. Et moi dans les prisons. Oh, 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 Nabila. الآن إلى المشاريع، واللي عنده مشروع يقدمه، تصفيق على المشاريع. أنا مشروعي في العرس فاشل، عرفت واحدة هكا كبرها، توزن 130 نخت الحنة، هزينا نشريولها في الانسامبل. قالت له اعطيني انسامبل لون الواتي اللي بالصحة. اعطاها اللون الجري. زغزرت في المراية قالت له ما بنوا تاني باش عرفت الواتي اللي بالصحة. حطنتي قالها ربي خلق اللون الفيولة. هيا سيدي تصفيق على المشاريع. اللي عنده مشروع يقولوا اختفتها من فمي. شنو اللي اختفناها من فمك؟ الفكرة هاي ساكت فمك خلينا اللي عنده مشروع يقوله تفضل سي ناجي والله عندي مشروع شيشة سان فيل اختفت من فمي شو اختفنا من فمك اعطيني مشروع اخر مشروع اخر وعلى شلات توانسة اللي يتنفس يدفع واش يدفع يجي يتنفس نعملهم كوارت يصب بعشرة الاف يتنفس يصب خمسة يتنفس وما يصبش يموت نسميوها تينفزيانا سميها تينفزيانا يبدا واحد قاعد في الدار ونسيبه يطلب يقول له صب لي دينار لايت راني دايخ وهذه بلاد ولا اختفت من فمي تسكت فمك قال له اختفناها من فمك تو تعرف اللي الاراضي الكل تبنات خمسة سنين اخرين قدام اكبر فلاح تلقاش عنده محبس يعني يعني يولي كشتات صب الفلاح يخلص واللي ما يخلص نزلزلوا الثانية خمسة كيلومتر تتزلز وكي تزلزها الماكلة منين الماكلة تولي كلها في الفارماسي تتباع زرارق وحرابش وعد هيس خطيبته سانديسوار ويمشي الفارماسي السلام عليكم عندك كسكسي زريقة عنا هارق مقطر هو كيكة تخلط في البحري اعطيني كيف تيجي مفتول مفتاجي مفتول وشنية المفتول غاية هذا الخوي عندك مرقة بطاطا بومادا انا مرقة بومادا صاحب الشفاء يجيهم واحد ضيف هاي عم بالقاسم هبط سروالك مش تتعشى يبدا عم بالقاسم في الفيراندا هاي غمض عينيك عمك مش تتعشى هاي هات السبيريت وات اوه يبوي احنا اللي مهروا مهروا بر العبيد لالارا 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 يا حليل على تونس كي تريقلت شوفوا كي تريقلت هاك الايامات الله يعودهم بوليسي ولا تخايفه بوليس اردني اخويا سامحني تفضل شياني للثكنه ولا يرقدوا ببحر مركز دخلت له قلت له ثم قنبله في الافريكا قال لي مش تبعتنا تابع مركز القصبه والله وتو تريقلوا تو لسان الحلوم على المواطن تفضل يا مواطن عاملين واحد في الصطاد 60,000 مواطن خارجين صباح الخير صباح الخير يا مواطن يا غالي يعيشك يا هايل يرحم والديك يرحم والديك انت الاول انت الاولاني لا انت الاول يا بوليس
انت يا مواطن ولدي مش مزروبين بالرحمه. ايش يا اخوي تفضل عندنا جورجاني نايت كراكا كلوب. لو كنت انا المعلم في عودك يا معلم، لو كنت انا المعلم في عودك يا معلم، ما نعلمكش تسكت ونعلمك تتكلم، لحيلك ملا ثورة باب 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 باب، واحد يخلع في مجزان في الجدار. لو كنت انا المعلم في عودك يا معلم، ما نعلمكش تسكت ونعلمك تتكلم، نحيلك كلمة رص. الباقي في باريس يوم 19 نوفمبر، اوكي؟ اوكي. حاول فواز، اي حاول. اي تفضل. حاول فواز اخوي. نصر الدين بن مختار. والله بني يعملك بكون شيخ خنتاوي. بني قال لي اسمع رانا نحفر وحدي 3 متر وغرق نحفره من غير تراكس، كي نايا احفر لي انت. شنو حوالك يا فواز؟ يا صالح تمشي احكي نصر الدين ولا ايه؟ فهمت علي يفهم انا ليه هو حتى انت الجزيريه والمغرب العربيه كل اخواته يفهموا بعضهم. تو برشا جزيريه ومغاربه يجيبوا في فرنسا. برشا يحبوني الجزيريه وبرشا نحن نحبوهم نموت عليهم. الله يسلمك. كمال سوري حضرت لنا بالله يا ابني الورشان.